العمل في بعض المتاجر، ليست متاجر خمور لكنها من ضمن ما تبيعه الخمور، يعني يجلس أحدهم ويتلقى على الكاشير، يعني يجلس ويحاسب الزبائن على مشترياتهم من اللحوم والدقيق والأرز والزيت والخمور معها. هل هذا حرام أم حلال مثلا؟ نحن هنا نوازن بين رعاية ظروف هذا المسلم وعدم التضييق عليه في حياته وفي معيشته وفي رزقه، وبين أن يكون حاضرا وموجودا في المجتمع، وبين الحفاظ على ثابت المحرم وعدم سقوط هيبة المحرم في قلبه وفي نفسه. والقاعدة الفقهية في هذا، طبعا نحن نؤكد على أن الخمر هي أم الخبائث وأنها من المحرمات، لكن محرمات المقاصد في الإسلام ليست كمحرمات الوسائل، فشرب الخمر ليس كحمل الخمر وليس كعصر الخمر وليس كبيع الخمر. نعم، بيع الخمر محرم وحمل الخمر محرم والمشاركة في ترويج الخمر وتقديمها، كل ذلك من المحرمات، لكن الشرع فرق بين محرمات المقاصد ومحرمات الوسائل. فالقاعدة الفقهية أن محرمات الوسائل تبيحها المصلحة الراجحة، محرمات الوسائل تبيحها المصلحة الراجحة، محرمات الوسائل كبيع الخمر أو حمل الخمر أو نقل الخمر من مكان إلى مكان أو التواجد في مكان فيه خمر أو الجلوس على مائدة عليها خمر، كل هذا من محرمات الوسائل تبيحه المصلحة الراجحة. هذه المصلحة قد تكون مصلحة الرزق والعمل، قد تكون مصلحة الدعوة، قد تكون مصلحة العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية بمعنى أن رجلا مسلما تزوج من أوروبية مسلمة أو غير مسلمة ولها عائلة، وأحيانا يضطر أن يتواجد في مكان يوجد فيه الخمر، تكون بليدا. هذا التوازن الذي أتحدث عنه لا نطلق فيه الحكم، ونقول لكل المسلمين في أوروبا أن اعملوا في الأماكن التي فيها الخمر أو اجلسوا في الأماكن التي فيها الخمر، وإنما نقيد الأمر ونقول له إن وجدت عملا غير هذا العمل انتقلت إليه. بهذا نتوازن بين رعاية حاجات الناس وبين الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وعدم تجريء الناس على ما حرم الله تبارك وتعالى. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أبو داود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الخمر تعاملا لم يتعامله عليه الصلاة والسلام مع الزنا ولا مع الربا ولا مع القتل، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود. لعن في الربا ثلاثة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن فيه أربعة: الزنا، الحرج في من وقع فيه، هذا الخمر. حتى مجرد لو كنت صاحب سيارة أجرة وركب معك من يحمل الخمر قد اشتراها من مكان، لا يجوز أن تنقله، لا يجوز أن تناوله إياها. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، حتى لو كان ساقيها صائما فهو ملعون إذا كان يشربها لغيره، وساقيها وبائعها ومبتاعها، حتى لو كان هذا المبتاع يشتريها لغيره فهو ملعون، وعاصرها الذي يصنعها، ومعتصرها الذي يتفق معه على أن يصنعها حتى لو لم يكن يشرب، قال: ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود. والله ما ذكر ذلك في الربا ولا في الزنا. من شرب الخمر في الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمن لها لم يشربها في الآخرة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرة أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار.